أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المشهد، نناقش فيها أبعاد وملابسات تسريب مادة اللغة العربية في امتحانات خاتم الدروس الابتدائية مع القيادي في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين منصور والمحمد يحيى. أهلا بكم. بداية، ما هي ملابسات قضية التسريب وفق ما توصلتم له في النقابة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم، شكرا جزيلا على الاستضافة. بما يتعلق بموضوع تسريب امتحان اللغة العربية اليوم في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، حسب المعلومات المتوفرة والتي أعلنتها الوزارة الوصية اليوم، أنه هذا الحادثة التسريب تمت في مدرسة تابعة لإحدى بلديات تركيز. هذه المدرسة هي التي وقعت فيها الحادثة، والسبب المعلن لهذه الحادثة هو أنه فعلا رئيس المركز هنالك حصل له تشابه في مواضيع الامتحان، فبدلا من طرح موضوع مادة الرياضيات الذي كان من المفترض أن يطرح صباح أمس، تم طرح المراقبون هناك والمشرفون على العملية هناك، طرحوا للتلاميذ موضوع اللغة العربية ولم ينتبهوا إلى أنهم ارتكبوا خطأ في جدولة المواد، وأنه ربما سيسبب خللا في العملية بعد ذلك. هذا الخطأ حاول المشرفون هنالك تصحيحه وقاموا بسحب الموضوع، ولكن هذا الإجراء ربما لم يكن كافيا ليمنع تسريب الموضوع لاحقا ابتداء من مساء الأمس. الوزارة طبعا أعلنت عن مسؤولية معلم عن تسريب الموضوع، ما هي حقيقة هذه التصريحات وكذلك المعطيات المتعلقة بالمعلم، خصوصا أنتم كنقابة للمعلمين، في ما هو رأيكم بهذا الموضوع؟ على كل حال، نحن رأينا في موضوع تسريب مواضيع الامتحانات والمسابقات بصفة عامة، نحن نعتبر أن هذا الموضوع مسألة خطيرة ولا يمكن أن نتغاضى عنها، وعبرنا عن شجبنا لها وإدانتنا لها باعتبارها فعلا أمر شنيع وغير مقبول نهائيا. ولكن فيما يتعلق بهذه الحادثة خاصة، نحن طالبنا الوزارة بالتحقيق فيها ولكشف ملابساتها، ولذلك نحن لن نتدخل في مسار هذا التحقيق ونتركه للجهات المعنية، فقط طالبنا بأن يكون هذا التحقيق شفافا وموضوعيا، وأن تتم فيه مراعاة جميع الحقوق المترتبة على هذه القضية. نعم، هناك دائما حوادث متكررة حول هذه تسريب المسابقات، سواء مسابقة البكالوريا وغيرها، ودائما التبرير يكون هناك خطأ، هناك دائما تبرير المتعود دائما هو وجود خطأ أو تشابه في 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 الأوراق. كيف تقرؤون هذا التفسير الموجود دائما؟ على كل حال، هي فعلا هذه المسألة للأسف تكررت خلال السنوات الأخيرة، ودائما تقدم لها بعض التفسيرات التي قد لا تكون مقنعة لدى البعض، ولكن في النهاية نحن دائما نحمل السلطات الإدارية والتربوية في المحلية التي تكون موجودة في الأماكن التي يتم فيها التسريب، نحملها مسؤولية هذا الأمر، ونعتبر أن المسؤولية ملقاة عليها بالكامل، وبالتالي هي التي ينبغي أن تعالج الموضوع وتقدم فيه تبريرات مقنعة للرأي العام وللمتابعين عموما. طبعا من المعروف أن التسريب تم أمس خلال توزيع المادة صباحا، وتم تسريبه في البارحة، لماذا برأيكم لم تتصرف الوزارة خلال هذه المدة لتفادي ما حدث؟ نحن فعلا اعتبرنا أن الوزارة أن عدم تدخل السلطات المعنية خاصة التربوية والإدارية المحلية هناك في ولاية الترارزة، عدم تدخلها في الوقت المناسب من أجل تفادي الأضرار الناجمة عن هذا، اعتبرنا أن هذا التواني وارتباك غير مبرر وغير مقبول نهائيا، وكان بالإمكان تفادي تلك الجهود والموارد التي ضاعت اليوم عندما
تم توزيع الموضوع على التلاميذ، وقام التلاميذ بإنجاز هذا الموضوع وبذلوا فيه جهدا وتعبا كبيرا. كان بالإمكان تفادي هذا الأمر لو فعلا قامت السلطات المعنية بالتدخل في الوقت المناسب. ما هو نوع التدخل المطلوب الذي تتحدثون عنه من أجل تفادي هدر هذه الطاقات التي ودعت؟ هو كان من ينبغي من منذ اللحظة الأولى التي انتشر فيها الموضوع عبر وسائط التواصل الاجتماعي، كان ينبغي على السلطات التربوية والإدارية في ولاية طرابلس أن تعلن مباشرة موقفا من هذا الحدث، وتعلن تؤكد أو تنفي صحة هذا الخبر المتداول. وبالتالي هم ما زال عندهم من الوقت ما يمكنهم أن مثلا يتخذوا إجراء مناسبا لتفادي تلك الأضرار والمتاعب التي قد تترتب على ما تم الإعلان عنه لاحقا. مثلا يمكنهم أن يقوموا بإلغاء الموضوع الذي كان مبرمجا، إلغاء تقديمه للتلاميذ، وحتى يمكنهم استبداله بموضوع آخر عن طريق مثلا إجراءات معينة يمكنهم القيام بها. وكل هذا للأسف لم يقام بشيء منهم، مما اعتبر فعلا تقصيرا غير مبرر من قبل السلطات التربوية. ربما ما تعتبره تقصيرا في هذه الجزئية قد يكون فقط فرضية كانت مستبعدة، وهي أن الموضوع وزع في مدرسة واحدة وكذلك في منطقة ريفية بعيدة، ومن وجوده وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون فرضية مستبعدة بالنسبة للطواقم المشرفة. لا، الفرضية تقريبا الفرضية لأنه من المفروض أصلا نحن نتحدث عن طلاب الفصل السادس. نعم، ولكن هو الموضوع بما أنه وزع على التلاميذ للجهات المشرفة على الرقابة هنالك، ربما أقول أنها قد مثلا لم تتمكن من سحب الموضوع بكامله من عند التلاميذ، فربما تكون بقيت مثلا ورقة من الموضوع لدى أحد التلاميذ. وربما مع أني لست مثلا ليس لدي معلومات مؤكدة عن الصفة التي تم بها تسريب الموضوع، هنا لا أود الخوض في هذه المسألة كثيرا لأنني أعتبرها تتعلق بالتحقيق الذي سيقام به لكشف ملابسات هذه القضية. نعم، ولكن فيما يتعلق بكون الطواقم أو الطلاب قاموا بتصوير التلاميذ قاموا بتصوير الموضوع، هذا أيضا يمكن أن يكون لحد ما شيء من نوع من التدخل في هذا في هذه النقطة، لأنه في النهاية هذا تفسير لما نقول أنه هناك فعلا معلم قام بتصوير المادة، لأنه هو في النهاية هو الجهة المسؤولة عن السحب. على كل حال، بغض النظر عن من قام بهذا الفعل الشنيع والمستهجن، فعلى كل حال الجزئية المتعلقة بتقصير الجهات التربوية والإدارية هنالك جزئية مهمة، لأنها هي في النهاية المسؤولة عن هذه القضية، لأنها الموضوع تقريبا بدأ نشره منذ الساعة 9:30 من مساء الأمس، وأنتم تعرفون أن وسائل التواصل الاجتماعي هذه تنتشر فيها الأخبار انتشارا ناري في الهشيم. وبالتالي لو تدخلت السلطات فعلا في الوقت المناسب لكان الأمر يمكن مثلا أن يكون مقنعا، ما سيقدم فيه من تبريرات سيكون مقنعا للرأي العام وللمتابعين لهذه القضية. ولكن بدل من أن نحمل الوزارة مسؤولية تأخر في ردة الفعل، لماذا لن نتحدث عن الفعل نفسه ونكون صريحين فيما يتعلق بالحديث عنه أكثر؟ أنا أقول بكل صراحة أنه نحن كمعلمين وكنقابيين في قطاع التعليم الأساسي، أقول بكل صراحة، وهذا عبرنا عنه في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، وسنعبر عنه كذلك من خلال بيان ستنشره منسقية التعليم الأساسي هذا المساء، أعتقد أنه سينشره بعد قليل إن شاء الله تعالى. عبرنا أنه نحن من ناحية المبدئي نعبر عن استهجاننا واستنكارنا الشديد لتسريب الامتحانات الوطنية والمسابقات باعتباره أمرا شائنا وغير أخلاقي، وبالتالي نحن نعبر عن هذا الموقف بكل صراحة، ولسنا خجولين من أن نعبر عن هذا الموقف. ولكن فيما يتعلق بهذه الجزئية خاصة الحادثة التي وقعت في المدرسة التي تم فيها التسريب، نحن لا يمكن أن مثلا نستهدف
أشخاصا معينين أنهم مسؤولون عن القضية، ونترك هذا الأمر للتحقيق الذي ستقوم به وزارة التهذيب والتكوين التقني والإصلاح. ودعونا إلى أن يكون هذا التحقيق شفافا ودقيقا ومنصفا للجميع. هذا فيما يتعلق بهذه النقطة. ولماذا لا يكون هذا بما يتعلق بالحديث عن الوزارة وموقفها؟ هي أيضا تحدثت من خلال حسب ما نقلته وسائل الإعلام أنه أن المعلم اعترف بأنه فعلا هو من قام بتسريب هذا الموضوع. على كل حال، أنا دائما لا يمكنني دائما القضايا التي تكون فيها مثلا لها مسار قانوني من ناحية معينة ينبغي أن يترك التعليق فيها على ما بعد مثلا انتهاء ذلك المسار القانوني، لأنه الآن القضية باتت فيها تحقيقات وفيها نوع من كشف الملابسات، وبالتالي نحن نترك تلك الأمور حتى إلى ما بعد مثلا انتهاء تلك التحقيقات، وهذا من باب احترام مثلا المسار القانوني في القضية بصفة عامة. ولكن أعيد وأكرر أنه نحن في نقابات التعليم الأساسي وفي النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين نعبر عن نعتبر أن هذا الموضوع مسألة خطيرة جدا، ولا يمكن أن تمر كحدث عابر. تسريب امتحان لمسابقة وطنية هو مسألة خطيرة ينبغي على الوزارة وعلى السلطات في الدولة أن توليها العناية الكافية بها، باعتبارها فعلا تطورا خطيرا ينبغي الحد منه. وبهذا الصدد نحن طالبنا ونطالب باستصدار قانون رادع يتضمن عقوبات رادعة لكل الذين يحاولون وينخرطون في تسريب امتحان أو موضوع في مسابقة وطنية. نعم. بما يتعلق بالآلية المتبعة في هذا النوع من الامتحانات، كيف يمكن وصفها؟ سواء توزيع المواد، سواء فيما يتعلق بنقلها من منطقة إلى منطقة، وحتى توزيع الطواقم من معلمين وغيره. فيما يتعلق بالآلية التي تعتمد في تنظيم مسابقة دخول السنة الإعدادية، من المفترض أن يتم توزيع المواضيع وتوزيعها على المدارس في مختلف أرجاء الوطن. من المفترض أن يتم هذا التوزيع وفق آلية تتوفر على معايير كبيرة من معايير أمنية، وتحاط بكثير من الاحتياطات التي تمنع تسريب هذه المواضيع. هذا هو المفترض، وهو المفترض القيام به أن يكون معمولا به لدى الوزارة الوصية. ولكن في المقابل هنالك بعض الملاحظات على هذه العملية بصفة عامة نحن سجلناها وسنعلن عنها في إطار البيان الذي سيصدره منسقية التعليم الأساسي كما ذكرت إن شاء الله تعالى. أنه مثلا هنالك بعض الملاحظات على عملية اختيار الطواقم المشرفة على الرقابة والتصحيح في مسابقة دخول السنة الإعدادية، مثلا عدم وجود معايير دقيقة وموضوعية لاختيار هذه الطواقم، كذلك عدم وضع الطواقم المشرفة على الرقابة في هذه المسابقة، عدم وضعها في ظروف مثلا معينة تمكنها من الابتعاد عن الاحتكاك بالأهالي وتأثيراتهم. هذه من الأمور فعلا الملاحظة على سير هذه المسابقة. فمثلا للأسف الوزارة لا توفر ظروف إقامة للطواقم المشرفة على الرقابة في المسابقة، وإنما تترك مثلا إقامتهم وضيافتهم على القرى التي تستضيفهم. وبالتالي هذه الجزئية هنا نحن نطالب بتغييرها وإدخال تحسينات جوهرية على هذا الموضوع، وجعل الطواقم المشرفة على الرقابة في ظروف مثلا تجعلهم بعيدين عن الأهالي والاحتكاك بهم. كذلك ينبغي توفير الحماية الأمنية لهم، حيث أن المدارس التي تكون في الريف الوزارة لا ترسل مع الطواقم هنالك مثلا رجال الأمن الذين يوفرون لهم الحماية. الحماية الأمنية تتوفر فقط في المدارس الموجودة في المدن، وهذه كذلك من الجزئيات الملاحظة. وعموما هنالك نحن نلاحظ بصفة عامة أن هنالك تقصيرا من طرف الوزارة ومثلا تمييزا غير مقبول بين مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية
والمسابقات الوطنية الأخرى كالباكالوريا مثلا ومسابقة والشهادة خاصة من دروس الإعدادية. لماذا هذا التمييز ونحن نتحدث عن أساس وجوهر العملية التربوية وأساسها في المرحلة الابتدائية؟ لماذا هذا التمييز؟ كيف يمكن أن نصف وزارة بأنها تختلق هذا التمييز أو تسعى إليه ونحن نتحدث عن مرحلة حساسة في التعليم مثل مرحلة التعليم الابتدائي؟ فعلا هذا هو الذي ينبغي، فعلا ينبغي أن تكون المرحلة الأساسية مرحلة مهمة وأن تعطى لها كامل الأهمية باعتبارها الأساس الذي يمهد لكل مراحل التعليم في مثلا التعليم ما بعد المرحلة الابتدائية. ولكن للأسف يحصل بعض اللامبالاة وبعض مثلا عدم الاهتمام الكافي بالمرحلة الأساسية من طرف المشرفين على قطاع التهذيب الوطني. لست ما هو التفسير المحتمل لمثل هذه التصرفات التي تتحدث عنها؟ اسمح لي بفاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا النقاش مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ثم نعود بعده. أهلا بكم من جديد في برنامج المشهد. نناقش في هذا المساء موضوع ملابسات وأبعاد تسريب مادة العربية في مسابقة خدمة الدروس الابتدائية مع ضيفي منصور محمد يحيى القيادي في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين. أهلا بكم جديد. كنا قبل الفاصل نتحدث عن ما تسميه المفاضلة بين المسابقات وما تمنحه الوزارة لكل مسابقة من اعتناء، سواء فيما يتعلق بالطواقم المشرفة وغيرها. ما هي أسباب هذا التمييز برأيك؟ لماذا نحن نتحدث فعلا عن ركيزة أساسية في التعليم وأساس جوهري يتعلق بالمنظومة التعليمية بشكل عام، المرحلة الابتدائية؟ على كل حال نحن نعتبر أن هذا التمييز مستغربا وغير مبرر، ولكن ليست لدينا فعلا أسباب واضحة له. ولكن سأعطيك مثلا أن المخصصات التي يحصل عليها الرؤساء المراكز في مسابقة في امتحان شهادة البكالوريا، أقصد في رؤساء المراكز في مسابقة دخول الثانوية الإعدادية، المخصصات التي يحصلون عليها تمثل 10% مما يحصل عليه نظرائهم في مراكز امتحان شهادة البكالوريا. بالتالي نلاحظ أن هنالك تمييز فعلا كبير وتفاوت غير مبرر نهائيا. والوزارة فعلا نحن في عندما تواصلنا معها في هذه القضية خاصة، أبلغنا وزير التعليم والتهذيب الوطني والتكوين التقني للإصلاح أنه فعلا هم وجدوا هذا الأمر معمول به قبل الوزارة الحالية، وأنهم سيقومون بتصحيح هذا الخلل، وذلك ما نرجو فعلا أن يتم تداركه قبل فوات الأوان، لأنه فعلا هو أمر غير مبرر نهائيا وأمر مستغرب بكل المقاييس. نعم، ولكن فيما يتعلق حتى بالأدوار التي يقوم بها رؤساء المراكز سواء في مسابقة البكالوريا وغيرها، هناك أيضا تفاوت في المهام نظرا لحجم المعلومات والمهمات المكلفة كل رئيس مركز، لأنه نحن نتحدث عن
عن عن عن الطلاب في مرحلة البكالوريا أكثر معالجة وأكثر قدرة على تشعب في ما يتطلبه الرقابة والإشراف على سير العملية بشكل عام. هذا اللي ذكرتم فعلا من ناحية معقول، لأنه فعلا المهام والمسؤوليات تختلف بين الامتحانين. ولكن نحن نتحدث انه مثلا البون الشاسع في المخصصات بهذه الدرجه الكبيره، نسبه 10% من المخصصات، هذا فعلا بون شاسع ينبغي انه فعلا يتم معالجته، وينبغي ان ينظر اليه، لانه فعلا امر غير منصف نهائيا وغير مقبول، مهما كان تفاوت المهام والصلاحيات مثلا والامور المتعلقه بالامتحانين. ينبغي فعلا أن يكون هناك أن تعطى العناية الكافية والكاملة لكل الامتحانات الوطنية والمسابقات باعتبارها فعلا شأنا وطنيا ذا أهمية كبيرة، ويعتبر حدثا وطنيا، ينبغي أن تعطى له العناية الكافية والاهتمام الذي يتطلب، سواء كان ذلك الامتحان وتلك المسابقة في المرحلة الابتدائية أم الثانوية. ينبغي أن يعطى للجميع ما يتطلب من عناية واهتمام. نعم، فيما يتعلق بموضوع الآلية المتبعة لتتبع سير العملية التربوية بشكل عام في الامتحانات الوطنية، تحدثتم عن اختلالات موجودة فيها، هل يمكن أن نتحدث فعلا أن هذه الآلية المتبعة يجب تتطلب بعض التطوير أو تتطلب إعادة صياغة من أجل عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء؟ عموما نحن منظومتنا التربوية بصفة عامة تحتاج لإعادة غربلة وتصحيح جملة من الاختلالات الموجودة فيها، لأنها منظومة تمت خلال العقود الماضية تمت محاولة إجراء بعض الإصلاحات عليها، ولكن ظلت هذه الإصلاحات ناقصة وعديمة الجدوائية، نظرا لأنها إصلاحات تم القيام بها في ظروف لم يشرك فيها جميع الفاعلين في القطاع، وظل كذلك القطاع التعليم الأساسي ضحية للتجاذبات السياسية والجهوية. فالقطاع بصفة عامة يحتاج لإعادة تطوير وإدخال جملة من الإصلاحات الجوهرية، لأنه فعلا فيه كثير من الأمور، سواء ما يتعلق بمنظومة سير الامتحانات والمناهج المعمول بها والبرامج، كل ذلك للأسف كثير من الأمور فيه أمور فعلا لا تخضع لتحديث دائم ومتابعة من طرف القطاع الوصي. وفعلا نحن في إطار حراك منسقية التعليم الأساسي الذي دخلنا فيه منذ السنة الدراسية المنصرمة، في إطار هذا الحراك نحن طالبنا ونطالب أنه فعلا يتم القيام بإصلاحات جوهرية للتعليم، لأننا نقول بكل مرارة أن التعليم في بلدنا ينهار منذ السنوات، وهو في تردد وانهيار شديد، وبالتالي نحن ندق ناقوس الخطر ونحذر منه. فعلا ينبغي على السلطات العليا في البلد، بدءا من رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزير المشرف على التهذيب، ينبغي على كل هذه السلطات أن فعلا تولي عناية كبيرة للتعليم وأن تقوم بإصلاحات جوهرية. ولكن كي يكون هذا الإصلاح فعلا إصلاح ناجع ومثمر، ينبغي أن يشرك فيه كل الفاعلين. ومدى تجاوب هذه السلطات مع هذه المطالب المهمة والملحة؟ نحن استبشرنا خيرا، نحن في منسقية التعليم الأساسي متى استبشرنا خيرا فعلا، أنه في الآونة الأخيرة وزارة التهذيب والتكوين التقني والإصلاح دعتنا للانخراط في مفاوضات حول عريضتنا المطلبية التي من ضمنها إدخال إصلاحات جوهري في المنظومة التربوية. وفعلا بدأت هذه المفاوضات، انطلقت جلسة تحضيرية لها، ونحن نعلق آمالا كبيرة على هذه المفاوضات، ونأمل فعلا أن تسفر عن تلبية مرضية لهذه العريضة التي نعتبرها مثلا تحمل الكثير من الإصلاحات الجوهرية، سواء فيما يتعلق بالمصادر البشرية، سواء فيما يتعلق بالمناهج التربوية، وكذلك بمثلا كل الأمور التي تحيط وتكتنف سير العملية التربوية. نعلق على هذه المفاوضات أمل كبير، ونأمل فعلا أن تحقق نتائج إيجابية في هذا
الصدد. كذلك وزارة التدريب الوطني كانت أعلنت عن خارطة إصلاح القطاعي، أعلنت عنها منذ بداية هذه السنة. نأمل فعلا أن يتم إطلاق مشاورات موسعة حول بنود هذه الخارطة، وأن تعطيها السلطات العناية الكافية حتى تتم إعادة صياغة المنظومة التربوية الوطنية، سواء منها ما يتعلق بالمناهج، سواء منها ما يتعلق بتسيير المصادر البشرية، سواء منها ما يتعلق بمثل الظروف التي تكتنف العملية بصفة عامة. شكرا جزيلا القيادي في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين منصور والمحمد يحيى، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.